الأسطورة أصبحت حقيقة. بيسان إسماعيل نزلت أغنية جديدة، والصدمة كانت صار لها 9 ساعات نازلة وإلى الآن ما انحذفت. أوه ماي جاد، فعلا فعلا مصدوم ومصدق. أوكي خلونا نسمعها ونقيم الأغنية ويلا نبدي. يا حبيبي على كمية الحمرة اللي حاطتها اللي حاسد الضوء بالظلام، فيلم رعب هذا فعليا مو حمرة. وعليكم السلام. بس ممكن سؤال، شنو هالدخلة الغبية هاي؟ اول شي وشنو السلام عليكم؟ ادري شنو داخلين جامع، يعني محتاج نقول انتو وين قاعدين؟ الحمد لله. المهم ثاني شي، من هو اختش بالضبط؟ اوكي خلينا نستبق الاحداث. اوكي بخلاف حركة الكاراتيه اللي جابتها من باب الشرجي، بس وين الترجمة بالضبط؟ يعني احنا لما نعرف نحكي الماني فعليا لازم نبكي بالزاوية. على كل اللي يعرف الكلمات يكتب لنا اياها بالكومنتات. اختي سلام عليكم، تحكوا كتير ما برد عليكم، ردي على هالوسخة. كشف اللعبة الوسخة وفضح كل شيء اول واخر رد. مين ضربني وليش انحذفت الاغاني ومين سبب كل المشاكل؟ يو يب فعليا انت متردين على اي احد. عليكم جمهور الظهري كسر عينيكم، اين الجمهور؟ انا لا اراه. اوكي خلينا نشوف التعليقات على اخر بوستات اليك بالانستغرام. مبسوطه على حالك يعني؟ يلعن ام المشاهدات، يتبع بطيخ، بدل ما اني بشوف بالسنه مره يا جماعه ضيعت وقت. اوكي خلينا نشوف بوست ثاني مثلا هذا. مكبره حالك بزياده، خربتي الاغنيه، يا الله حيل تكبري حالك بالمكياج وحيل مو حلو عليك والله. من الواضح انه جمهور قوي. سلام عليكم اختي، سلام عليكم، الكذب باين بعينيكم. طبعا هو من الواضح انه هو ديستراك على جواني، ولكن المشكلة انه اغلب الكلمات بالالماني فانا ما افتهمها بالضبط، لكن بالنسبة لكلام بيسان بالعربي فيب هو دس على جواني. اوكي منو هذا بالضبط؟ واللي يكون هذا هو اختج اللي كاتبته بالعنوان، وانا صار لي ساعة افكر ليش يجي العنوان، بس كانه اختج ما تعرف تحكي عربي. اوكي خلينا نمشي الاغنية لعاد الجزء العربي. اوكي الاغنية خلصت، يب بدأت مسخر، اختها راح تظل تغني وبعدين بيسان تعيد كلامها 4 مرات تقريبا. يعني حسب ما اتذكر انه اكو اشخاص انتقدوا ياسو انه ليش ريدر كان الاغلب باغنيتها يحكي، ولكن بيسان شنو دورها باغنيتها بالضبط؟ يعني بيسان عادت كلامها تقريبا 3 مرات والاغنيه كلها دقيقتين. اوكي صراحه انا ما اعرف الكلام اللي قاله الشخص هذا الالماني، يمكن تكون كلمات قويه وبها قصف، فلهذا راح انطيها بالتقييم 8/10. اشوفها كلش زين، خاصه انه التصوير صراحه حلو والمونتاج حلو والاجواء مال الاغنيه حلوه، يعني اللي هذا يزيدها من التقييم. طبعا رابط الاغنيه حتكون بالوصف، روحوا كلها فجروا الكومنتات واشوفكم هناك، ومع السلامه.